اشتكى مواطنون في مدينة الموصل من ارتفاع كبير في أسعار العقارات وبنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% خلال الفترة الأخيرة. المواطنون أكدوا أن التفاوت في أسعار صرف الدولار وزيادة الطلب على شراء المساكن أبرز أسباب الارتفاع، كما ناشدوا السلطة المحلية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من عمليات التلاعب العقاري وإجراء توسعة عمرانية تستوعب الكثافة السكانية في تلك المحافظة. السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو تفاوت في أسعار الدولار. في السابق كان المواطن يحتفظ بالأموال بصورة دولار، لكن اليوم بسبب التفاوت عدم الاحتفاظ فتوجه إلى شراء العقار. عدم توسعة المدينة أدى بحد ذاته إلى ارتفاع الأسعار أيضا مثل الموصل، وعدم توزيع الدولة للمستحقات للموظفين الحكوميين، عدم توزيعة لهم أراضي، هذا أيضا يعتبر سبب رئيسي ارتفاع أسعار العقار. الأسعار ارتفعت تقريبا 60-70% من السعر الحقيقي اللي كان قبل سنة وأكثر من سنة. توسعة مجلس الوزراء صدر توسيعة ما تطبقت، المفروض دولة يعني مو دولتين ثلاثة، ونتمنى أن تطبق حتى يصير توسعة حتى لا تغلى العقارات.